مره واحد واخد الكلب بتاعه على الاتلانتيك اوشن، وبعدين في اللي هي السيلز لاين سيلز اللي هي كلاب البحر اللي انت شفتيها، فالكلب نط في البحر عشان فكر ان هو ممكن يهزر مع اللاين مع السي لاينز. الكلب ما عندوش حكمه، ما بينط على اي حاجه، دي شكلها كده اخر حاجه دي. شو ده في جزء فوق لسه